روسيا بدأت بتغيير استراتيجيتها العسكرية ضد أوكرانيا، وبدأت الآن بتحويلها إلى استراتيجية الإبادة البطيئة. وهذه وتفاصيل هذه العملية هي كلها جاءت بتقرير استخباري نشر على CNN عن طريق مسؤولين غربيين ومسؤولين أمريكيين في الاستخبارات، بتقرير مفصل عن طبيعة هذا التحرك الجديد الروسي. وهو باختصار وما قاله هذا التقرير بأن روسيا كانت منذ بداية هذه المعركة كانت تعول بأن الأمور ستنتهي بسرعة، أي يعني من يومين إلى 3 أيام ويسيطرون مباشرة على النظام ويغيروا النظام، خاصة وهم قادمون من بيلاروسيا على 10 كيلومترات ليصلوا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك فتح العديد من الجبهات والسيطرة على هذه المعركة بسرعة هائلة للغاية. ولذلك هم استخدموا وحدات عسكرية أخف وزنا قليلة أو خفيفة الوزن، أي بما معنى هي وحدات سريعة تدخل في العديد من المعارك في حرب الشوارع وغيرها، ولم يأخذوا ولم يستدعوا أي أسلحة ثقيلة في هذه المعركة. ولكن المفاجأة الكبيرة كانت بأن الجيش الأوكراني كان حاضرا في هذه المعركة وقام بمفاجأة وعملية استنزاف للجنود الروس، وأجبرهم على استنزاف كبير يجري من خلال حرب الشوارع، بل إن المدة طالت، بدأوا يتحصلون على دعم بالسلاح، بدأت تفرض هنالك عقوبات شديدة للغاية على روسيا. الجيش الروسي أيضا 80% من الجيش الروسي أصبح الآن، بل أكثر من 80% داخل أوكرانيا، وهو لا يحقق الأهداف التي يبحث عنها، بل إن حتى هذه الوحدات العسكرية التي استخدمت هي بدأت تحتاج إلى الدعم اللوجستي، لأن المدة طالت، أصبحت أكثر من 7 أيام. اليوم نحن في اليوم 8 من هذه المعركة، وبالتالي أصبحوا بحاجة إلى الوقود، إلى الغذاء وإلى الطعام بالنسبة إلى الجنود. وكذلك أن هذا التقرير الذي نشرته CNN وضح تماما بأن المعنويات للجيش والجنود الروس هي في هبوط، وهم منزعجون تماما مما يجري. وكذلك أن هنالك خسائر ذكرت من خلال هذا التقرير تعرضت لها روسيا، تأتي الخسائر من 3 إلى 5% تقريبا من الأصول العسكرية، الدبابات، الطائرات وغيرها. وبالمقابل بالنسبة للجيش الأوكراني خسائره أيضا وصلت إلى 10%، أي الضعف. ولكن الفرق أن أوكرانيا تستمر وتتحصل على الدعم، وهنالك متطوعين من الخارج وغيرها، وتحولت كييف الآن إلى ثكنة عسكرية مستعدة إلى المعركة ضد الجيش الروسي. وعلى هذا الأساس الآن من هذا التحرك والعملية الجديدة، روسيا الآن بدأت بالتحرك لاستدعاء، وبدأت باستدعاء الأسلحة الثقيلة، وبدأت بإدخال الآن المدفعية الثقيلة إلى داخل أوكرانيا من أجل البدء بعملية الإبادة البطيئة. وهذا الأمر، وبعد هذا التقرير مباشرة بدأت تأتي مقاطع مصورة من داخل روسيا، مثل هذا المقطع على سبيل المثال الذي يوضح نقلا مستمرا إلى كما تلاحظون هنا هذه المدفعية الثقيلة التي تبدو بهذا الشكل من إحدى المدن الروسية، وهي مدينة تومن طبعا بحسب المصدر الذي صور هذا المقطع الذي ترونه. وإذا ما أخذنا لقطتين سريعة لهذه المدفعية الثقيلة فهي تبدو بهذا الشكل، وهذه المدفعية هي مختصة في عملية محاصرة المدن، تحاصر المدن وتقوم بضربات هائلة جدا تأتي إلى هذه المدن لإرهاقها. أي باختصار شديد جدا إذا ما أخذنا العاصمة الأوكرانية كييف، هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف باختصار. من هذه العملية وما يهدفون إليه الروس هي محاصرة على سبيل المثال كييف أو أي مدينة أخرى من جميع الاتجاهات بهذا الشكل، وبالتالي يقومون بإغلاق أي إمدادات، قطع أي إمدادات على القوات الأوكرانية الموجودة في الداخل، وبالتالي الأوكرانيين سيكونون مستعدين لمواجهة والقتال على مستوى حرب الشوارع لاستنزاف القوات الروسية وهي تتقدم. ولكن الفرق هنا بهذه العملية التي نتحدث عنها بأن القوات الروسية لن تقتحم أبدا، هي ستبقى على الأبواب وستترك المدفعية الثقيلة تقوم بهذه العمليات بشكل هائل للغاية، وتبدأ بالضرب بكثافة عالية. وبالتالي بدلا من أن يستنزفوا الروس في داخل هذه المدينة، يبدأ الجيش الأوكراني هو من يتعرض إلى الاستنزاف، وبعد ذلك وبعد إنهاء العمليات القصف الهائلة جدا التي تأتي من هذه المدفعية الثقيلة
يأتوا طبعا الجنود الروس مباشرة بمئات بل الآلاف من الجنود الروس وهم راجلين ويتدخلون مباشرة إلى هذه العاصمة مثلا على سبيل المثال، وبالتالي هم سيكونوا في مأمن من عمليات الاستنزاف التي يتعرضون لها. ولكن هنالك مشكلة بالنسبة إلى القوات الروسية يعانون منها في مع العاصمة الأوكرانية كييف تحديدا، فهم على الرغم من أنهم وصلوا إلى مسافات جيدة جدا بهذا الشكل، سيطروا حتى على مطار أنتونوف وكذلك إلى المنطقة التي تأتي بعد أنتونوف وهي منطقة مهمة جدا للغاية، وأصبحوا حقيقة في داخل الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف، كذلك سيطروا على إيفان كييف، سيطروا كذلك وتواجدت الدبابات بالأحرى في بوروديانكا بهذا الاتجاه، وكذلك بالنسبة للدبابات والمدرعات الروسية وصلت أيضا إلى ماكاريف، وأيضا بدأوا بعمليات قصف على فاسليجيف من أجل السيطرة عليها. ولكن المشكلة كما نتحدث هنا بالنسبة للقوات الروسية هي لم تصل حتى هذه اللحظة إلى المناطق الشرقية من العاصمة الأوكرانية كييف، على الرغم من أنها على بعد ما يقارب أقل من 100 كيلومترا، كذلك هذه المنطقة لا زالت مفتوحة بهذا الاتجاه، نتحدث عن الجنوب الشرقي للعاصمة الأوكرانية. وأيضا الأمر المثير بها هذه القضية بأن الجيش الأوكراني هو بدأ هو من يبادر في عمليات الهجمات، ففي بوروديانكا على سبيل المثال هنالك صراع كبير جدا وحرب شوارع هائلة تجري من قبل الجيش الأوكراني، وكذلك في ماكاريف، وأيضا بدأوا بعملية مهاجمة مطار أنتونوف بهذا الاتجاه بالنسبة للجيش الأوكراني. وهنالك سبب لماذا الجيش الأوكراني يهاجم هذه المناطق، هو لا يريد من الجيش الأوكراني الجيش الروسي من أن يسيطر على هذه المناطق، لأن هذه المنطقة الغربية من العاصمة الأوكرانية كييف هي المنطقة التي يتحصلون من خلالها على الدعم الذي يأتي من دعم السلاح من الدعم اللوجستي والقادم تحت من بولندا، بحسب ما كشفت الوول ستريت جورنال التي نقلت يوم أمس عن مسؤولين غربيين بأن الدعم يأتي من هذا الاتجاه، وبأن الجيش الروسي يبحث عن عملية إغلاق الجهة الغربية من أجل تصعيب مهمة وصول أي عملية سلاح أو غيرها أو طائرات أو غيرها، وبالتالي هذه المنطقة بالنسبة للجيش الأوكراني مهمة جدا، وهو يضغط من أجل إبقاء هذه المساحات مفتوحة بهذا الاتجاه. وإذا ما أخذنا مثالا على ما تحدثت به الآن عن ما يجري في بوروديانكا وكذلك في مطار أنتونوف بالنسبة لهذا المطار تحديدا، هنالك لقطات مثيرة جاءت من صباح هذا اليوم للضربات التي يتعرض لها الجيش الروسي المسيطر على هذا المطار، وهي تأتي بهذا الشكل كما ترون. هذه هي ضربات تأتي من الصباح الباكر، وكما تلاحظون هنا إحدى المدرعات بهذا الشكل، وهي مدرعة روسية بهذا الشكل، وهي تحمل علامة الفي، وهي تحترق طبعا كما هو واضح، وبالتالي الوضع لا يبدو مريحا بالنسبة إليهم. كذلك هذه صور وثقتها النيويورك تايمز أيضا قبل 48 ساعة لليوم الأول من مارس، الأول من مارس تحديدا إلى بوروديانكا. لاحظ الدمار ولاحظ المعارك التي تخوضها القوات الروسية مع الجيش الأوكراني، وحتى أن هنالك أنباء بأن الشيشان قد دخلوا فعلا إلى هذه حرب الشوارع التي ترونها أمامكم، ولذلك ليست هنالك سيطرة لا من الروس ولا من الأوكرانيين 100% على هذه المدن، وبالتالي هذه هي تعتبر واحدة من اللحظات الصعبة والمواقف الصعبة التي يعاني منها الجيش الروسي، وبالتالي هو لا يطوق فعلا العاصمة كييف حتى هذه اللحظة. ولكن على الرغم من كل هذا الكلام الذي نتحدث عنه، فالأمور قد تبدو صعبة بالنسبة لكييف وحتى خاركيف، لحد الآن هنالك مقاومة مستمرة، إلا أن الأمور في الجنوب مختلفة، وتحديدا ما يجري بعد عملية سيطرة الجيش الروسي على خيرسون وتقدمه إلى منطقة أخرى جديدة بدأت المعركة فيها الآن. إذا ما توجهنا الآن إلى خيرسون وألقينا نظرة عليها، فهذه هي خيرسون التي سيطر عليها الجيش الروسي طبعا، وهذه هي ميكولايف التي بدأت بها معركة جديدة. القضية وما ذكر حول هذه المعركة تحديدا بأن الجيش الروسي عندما بدأ بالتقدم وعبر الجسر عبر النهر بهذا الشكل نهر الدنيبر وبدأ بعملية الإغلاق ومحاصرة خيرسون تحديدا، الجيش الأوكراني قرر الانسحاب من هذه المنطقة، والواضح بأنه انسحب إلى ميكولايف من أجل تعزيز القوة العسكرية الموجودة هناك ومن أجل خلق خط دفاعي آخر والاستعداد لمعركة مع الجيش الروسي. وهذا ما يفسر تماما أن الجيش الروسي لم ينتظر بعد إغلاق
هذه المدينة وتطويقها من جميع الاتجاهات، هم بسرعة وقبل أن يقتحموا هذه المدينة طاردوا القوات الأوكرانية وبعدها فرضوا سيطرتهم وأعلنت رسميا السيطرة على خيرسون. ولكن الآن هم وصلوا إلى ميكولايف وبدأت المعركة في ميكولايف. ولكي نفهم بأن هذه المدينة الآن ميكولايف، هذه هي ميكولايف التي ترونها، لا زالت حتى هذه اللحظة إذا ما ألقينا نظرة على الحدود الخاصة بها لا زالت هنالك سيطرة جيدة جدا بالنسبة للجيش الأوكراني، ولكن القوات الروسية بدأت بعملية تطويق المدينة تقريبا من جميع الاتجاهات، بل إنها أغلقت الطرق تقريبا المؤدية إلى ميكولايف تماما، وبدأت بعملية محاولة الإنزال على هذا المطار الذي ترونه أمامكم وهو مطار ميكولايف بالمروحيات. يحاولون السيطرة على هذا المطار لأنهم إذا ما سيطروا على هذا المطار فسيتمكنوا من اقتحام ميكولايف مباشرة بعد ذلك، وهذا أمر تكتيكي عسكري معروف. وعلى هذا الأساس حتى هذه اللحظة القوات الأوكرانية مستمرة في عملية الدفاع عن هذا المطار لأنهم يعلمون ما الذي يعنيه سقوط طبعا المطار ومطار ميكولايف. وإذا ما تم هذا الأمر بالنسبة إليهم وفعلا سيطرة القوات الروسية على مطار ميكولايف، فقد لا يكون أمام القوات الأوكرانية الكثير إلا ترك قوة معينة في الداخل من أجل إشغال القوات الروسية في حرب شوارع استنزافية والانسحاب من خلال هذا الجسر الذي ترونه وخلق خط دفاعي بهذا الاتجاه مستغلين النهر الذي ترونه وتدمير الجسر لمنع القوات الروسية من التقدم إلى هذه المنطقة. وبعدها ممكن لهم أن يستخدموا طائرات مثلا المسيرة لطائرة البيرقدار من أجل تحقيق ضربات مكثفة ودقيقة ضد القوات الروسية، وهذا الأمر هو كان واضحا في خاركيف من العمليات التي جرت في خاركيف شمال شرق العاصمة أو أوكرانيا. بشكل عام كانت هذه الطائرات ناجحة للغاية، وكذلك مع استخدام صواريخ الأرض جو ضد المروحيات الروسية قد يحقق خطا دفاعيا حقيقيا ضد القوات الروسية ويبطئ عملية تقدمها، لأن لو القوات الروسية بأي شكل من الأشكال تمكنت من عبور هذا النهر وبدأت بعملية مطاردة فهذه مشكلة حقيقية ستقع فيها القوات الأوكرانية، لأن القوات الأوكرانية مما سيتبقى منها من هذه المنطقة من ميكولايف ستضطر إلى عملية الانسحاب طبعا إلى أوديسا لتعزيز الدفاعات في أوديسا. وبالنسبة طبعا إلى القوات الروسية ستتقدم بسرعة لن تنتظر أبدا بعد سيطرتها على هذه المنطقة وستقوم بعملية تطويق إلى أوديسا، بل إن هنالك أيضا صورا ومقاطعا مصورة جاءت إلى سفن جاء حربية بهذا الاتجاه، وهي سفن في الحقيقة سفن إنزال بدأت تتجمع إلى غرب هذه النقطة المهمة ألا وهي شبه جزيرة القرم، بدأت تتجمع على المياه استعدادا لمهاجمة أوديسا بعد محاصرة أوديسا في الفترة القادمة وبعد طبعا سيطرتهم على ميكولايف. وإذا ما توجهنا إلى هذا المقطع الذي من الممكن أن نلقي نظرة عليه على هذه السفن وسفن الإنزال الروسية التي طبعا تأتي إلى غرب شبه جزيرة القرم التي تستعد لعملية الانقضاض على أوديسا، هي بدأت بهذا الشكل منذ الصباح الباكر وهي تستعد لعملية التوجه كما هو واضح، وكما هو واضح إلى الجميع بأنهم يريدون التوجه مباشرة إلى أوديسا. وهنا السؤال الأكبر والأهم، وطبعا كما نلاحظ هنا قبل كل شيء بأن السيطرة وصلت إلى هذه الدرجة، هذه هي بحسب النيويورك تايمز الخارطة تبدو باللون الأحمر بهذا الشكل للسيطرة على المناطق الجنوبية إلى أوكرانيا من قبل الجيش الروسي، ونحن كما هو واضح أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة للجيش الروسي، قد نكون أمام ساعات لسيطرته على ماريوبول الذي هو طبعا سيعتبر نصرا كبيرا بالنسبة إليهم للسيطرة على بحر آزوف، وكذلك ميكولايف التي نتحدث عنها النقطة الرئيسية التي ستؤدي إلى سيطرة كبيرة على شمال البحر الأسود بهذا الاتجاه. النقطة الأساسية من كل ما يجري اليوم هو أن المفاوضات جاءت بهذا الشكل، جولة ثانية لهذه المفاوضات المهمة اليوم جرت بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، وأهم قضية بأنهم ناقشوا قضية إيقاف إطلاق النار والتسريبات التي تأتي من هذه القصة ومما جاء من هذه المفاوضات. هم اتفقوا على إيقاف إطلاق النار عند إجلاء المواطنين الأوكرانيين من المناطق التي يتواجدون فيها، لذلك هنالك بعض التقدم لكنه يبدو وعلى ما يبدو ليس بالكبير وليس بالكثير.